يعد مشروع توسعة شارع الشيخ زايد من المشاريع الاستراتيجية الهامة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة. وقالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن هذا الشارع يمثل الشريان الرئيسي لنقل الحركة المرورية من عدد من المناطق باتجاه شارع الشيخ خليفة بن سلمان وصولا إلى المنامة وبالعكس، بالإضافة إلى أنه سيساهم في سهولة الوصول إلى المنطقة التعليمية في مدينة عيسى ومعالجة الاختناقات المرورية أمام مدرسة تدريب السياقة واستاد البحرين الوطني.